دافعة. ساقتها الأقدار إلى ذلك الفتى. أميات شتى تعتري جسده الهزيل. ألزمته الفراش فأدعن لداع المنية الذي تمكن منه، فأزعج الأطباء والعواد حتى انفضوا من حوله. لكن بارقة من الأمل تلوح من وراء اليأس تعصف بمشورات الأطباء، فآثر الاجتماع بالزهاد والمتصوفة تغمرهم زهوة الحضرة ونشوتها. إنها الخفة من أول ليلة أضحت تغري صاحبنا بالاجتهاد في مخالفة الأطباء في حق كان أو باطل، فطفق يدخل الطعام على الطعام لا سيما الغليظ منه، وأعقبه بالفاكهة وما شابه ذلك من التدابير التي لا تجوزها الأطباء. فما كاد يمضي عليه قريب من 20 يوما إلا وهو موفور الصحة معافا في بدنه، فحمله ذلك وهو ابن نيف 20 سنة على سوء الظن بأولئك الأطباء، مما حدا به إلى الاشتغال بصناعة الطب لينفع بها الناس. في قرية صغيرة قرب دمشق عرفت بالقرش ولد أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي 67 من الهجرة الموافقة 10200 من الميلاد. عاش الفتى علاء الدين وكنيته ابن النفيس طفولته في زمن مضطرب، فالحروب الصليبية كانت تدور بأنحاء الشام، والصراع على السلطة كان محموما بين ملوك الأيوبيين الذين ورثوا دولة الناصر صلاح الدين الأيوبي. في الفترة دي عصر سلاطين المماليك ابتداء من 1250 اللي هي يعني 648 هجرية، في منتصف حياة ابن النفيس تقريبا قامت الدولة بعد انتصار على الصليبيين في المنصورة وفرسكور وأسر لويس التاسع، وأصبحت، وده المهم بقى، أصبحت هذه الدولة بممتلكاتها في مصر والشام والحجاز واليمن هي المعقل الأخير للحضارة العربية الإسلامية. ومع هذا استطاع هذا الرجل في غمرة هذه الأحداث الكبرى والمشكلات الهائلة أن يعكف على العلم ويقدم فيه إنتاجا يعني استثنائيا لم يسبقه إليه شخص ولم يتم حتى شخص آخر. أقبل العلاء بن النفيس على دراسة الطب وممارسته بكل حماس، ويقال إنه درس أولا على يد الطبيب الشهير مهذب الدين الدخوار بالمستشفى المركزي لدمشق الذي كان يعرف بالبيمارستان النوري، لكن سوء الأحوال بالشام واضطراب الأمور بدمشق واجتياحه لاكو والتتر لبغداد وهدم التتار لها دفعه إلى الرحيل والانتقال إلى القاهرة. كان طبيعي جدا أن العلماء اللي جايين من الشرق ومن الغرب، من الشرق تحت وطأة الهجوم المغولي ومن الغرب تحت وطأة الريكونكويستا الأسبانية، حرب الاسترداد الأسبانية، أنه يجدوا في القاهرة ملاذا أمن. لما نشوف ابن النفيس جه في جو علمي مزدهر متمثل في انه ابن النفيس جه لقى مستشفى المنصور قلاوون هي مستشفى ملحق بها معهد تعليمي او كلية الطب لو شئنا استخدام المسميات الحاضرة، فيها تراث من المعرفة الطبية الرائعة اللي كتب عنها ابن ابي قصيبعة في طبقات الاطباء، فيها نوع من الخزائن والمكتبات الكبيرة اللي
الطب يحظى فيها بمكانة كبيرة، لأنه الطب كان من أهم الإنجازات اللي عملتها الحضارة العربية الإسلامية. وكما كان الأطباء الصغار يفعلون في زمانه، جلس العلاء بن النفيس عند دكان العطار ليصف الأدوية للمرضى فيشترونها منه، ولكن الخلاف دب بينهما. بعد ما وصل ابن النفيس من منطقة الشام واستقر في مصر، كان يعني تحت ضغط الحاجة مضطر للجلوس عند هذا العطار الشرابي، يعني اللي بيوصف المحاليل وبيدي الأعشاب، ولكن كان لابن النفيس منهج طبي. لا ينبغي أن يؤخذ الدواء إلا للضرورة، ولا يجب أن تخرج بالمريض عن المألوف من الطعام والشراب، فهذا أفضل المداواة. هذا المنهج من التداوي الأشياء الطبيعية الأقرب إلى طبيعة الجسم أدى إلى أنه الرجل العطار الشرابي طرد ابن النفيس، قال له لا، أنت الكلام ده تروح تقوله عند دكان الجزار، إنما هنا أنت توصف لي الأدوية عشان أقدر أبيع. ومشي ابن النفيس من عندي حزينا، ولكنه لم يتخلى أبدا عن هذا النهج، وظهر في كتبه الناضجة بعد هذا، ووصل به إلى مكانة عالية جدا في الطب في عصره والعصور التالية. ينبغي ألا تعود الطبيعة الكسل بأن تعالج كل انحراف عجزة.